ووردائلا من قرأ آنا ووردائلا من قرأ قل هو الله أحد يعني سورة الإخلاص في مرل موته مئة مرة لم يفتن في قبره وآمن من لغطة القبر وجاوز الصراط على أكف الملائكة يعني هكذا فضل كثير. في مرل موته وقرأ سورة الإخلاص مئة مرة فقط، هذا يعني بسيط جدا، عمل خفيف جدا، مع ذلك يثاب عليه بهذه هذا الثواب العظيم. نعم، سبق أن سنية قراءة سورة الإخلاص مئة مرة صباحا ومساء، فإذا يوميا مئة مرة يقرأ مئة صباحا ومئة مساء. نعم، هذا آخر في مرض موته قرأ خصوصا. وكذلك ورد يعني وورد أيضا أن من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كم مرة ذكر؟ 40 مرة في مرضه، فمات فيه أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته آمين يا رب العالمين. نعم، فإذا هكذا من قرأ 40 مرة هذا من ذكر بهذا الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في مرض موته أعطي أجر شهيد، ثم لو برأ هكذا يعني هو حينما مرض يحتمل الموت لأجل ذلك هو ذكر هكذا 40 مرة بعد ذلك شفي، فإذا يشفى مغفورا له. نعم، غفر الله لنا وأعاذنا من عذاب القبر وفتنته آمين يا رب العالمين. نعم، فرغنا من كتاب الصلاة تماماً.